هلو بونجور، صباح النور الغزالات. كي صبحتوا بخير؟ كل شيء اموركم مزيان؟ ايوا، مباشره من السطح، ماشي من القلب الحدث، ماشي من المطبخ، من السطح. ايوا يا البنات، فقت. المهم دوزت، فطرت قهيوه ضروري، واخا وليت القهوه كنديرها، ولكن ممكن نلقى راسي كنخصني نقضي. هنا كنحاول انني نشعل الفحم او الجمر هو الاول، لان تلقى ماما ديجا صافي موجدين بزاف الحاجات ناقصين علينا، لي سالاد وداكشي. شوفوا مخشيين تحت الطاوله مع الحراره. ويلا والله 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 كم كتدخل كنلقى ماما لقيتها صايبه هادو دوك المذاكر ولا ما عرفتش كنقولوا ليهم، ما علينا. المهم داكشي ودايره المخ. دارت طاجين هكا مع شريميلا، قالت لي ماما طيح ليه فاش كان كيهرس في الراس، طاح منه النص ديال المخ. لا ماشي مشكل، انت صافي تاتاي. طحنات ماما عند الجزار، هي اللي غنديروا الغدا كيما كتشوفوا. راني حطيتها كتشوى وجبت هذاك الطاجين تا هو غنحطو، يبقى دافي تما. وهذاك الشيء اللي دارته ماما شرمل، وهذه هي الغديوه. درت سلطه عاديه والفريت، ما كثرناش اليوم لي سلطه وداك الشيء، كنحاولوا ننوعوا وفي نفس الوقت ما نكثروش، لانه ولا كيبقى داك الشيء الشيط وكيتلاح، حرام ضايع. مشكلة دابا ما كاينش تلم من تصدقي الماكلة، لان كلشي تبارك الله ما شاء الله معيد وكلشي كاين واكل دابا. ما المهم راني نشوف واش دايره تايا. هنا البنات راه نشارك معكم روتين ديال نهار يومين بحال اليوم، والكماله ديالته ديال الغدا لي، باش ما يبقاش يجيني كل نهار ننزل الفيديو، نحاول نجمعهم في فيديو واحد. كيف كتشوفوا الغديوات ديالنا هي هادي، شويه كفته، واخا كان وقت بان باقي نشيطين، ولكن ما صافي كنبغي تبدلي. هنايا عندنا الراس دارتو ماما اللي قلت لكم شوطه داك المره، حكاتو قاداتو نضاتو، حيدات له الشعر اللي باقي فيه، وداتو حتى هو الجزار هرسو ليها، وهو اللي غادي نديرو الغدا غدا ان شاء الله. شاد منه الماء، البصله والمعدنوس كنفرشوهم في الكسكاس، كلو ديال الماء زلافه باش كتوزعو على الماء والماء. عندنا قزبر كارم، ملحه، بزار ضروا شويه بالزيت، زعما زيد شويه البصله والكسكاس، تحط الملح والكمون هادو الكريعات تمام. اللي كيبغي ينقيهم بحال هكا ويبغي عنده اللي ما هادشي فيه الخدمه شويه، ولكن كيكون بيت تمام. مره زعما كنشري حنا الكرعين ديال الغني كاع، ما مشريناهم، كاين اللي كيشريو كيتباعو في هما فيهم ميتكال. انا بعدا ما كناكلش هادوك، كناكل راهات شي شويه منه. المهم صافي دابا كتديريه تحط المعدنوس ونخلط داك الخليط، وكندير التفريشه ديال المعدنوس، البصله تكون غليظه باش ما تذوبش، هادي ديال الراس هذا غتخلطيه. ايوا نخلطو ديالو كيجي بنين، احتفظوا به. ياش هو حتى هو كي حتى هو تقدري ديري به هذيك الشعريه، ها اولا ديروه في الراوز ولا في اي حاجه كطيب يجي بها بنين. صافي ياك صافي، حطنا هذاك الشيء، غادي نحطو الراس ونبداو. هو اصلا هو اصلا ملي تنحطوه تتحطو معاه ديما الكمون. ايوا كان ما غاديش غنقيد بزاف، غتعلات ولد بزاف، ما غاديش اليوم ما غاديش فين نخشي الراس. الجزر عندك جوج ريوسه تبارك الله ما شاء الله. قال لي لا، عاد قال لي با لا راه راسو مدخول من الفوق. عاد نشوف كيفاش ندير في نص الكوكو. صافي صافي، كيف شفتو راه هكا، راه الزندون كلشي واضح وكلشي كيعرف دابا يصيبو. صافي غنمشيو نشربو اتاي في السطح، لان الجو دابا برد، شربنا اتاي تما وصافي. نلقاو غدا نكمل لكم الفيديو، لان كيما قلت لكم هذا روتين ديال يومين. المهم الانسه جالسه كتحجه وزياره، ندريسي معايا كلابي جالسين كنشربو اتاي، كنسى كندريسي فيهم شويه اسي، نتا ما تجلس نتا ما تفنفنش نتا. ايوا هكذا ما نقولش لكم، ايوا راكم عارفين الغزالات. هنا راه ثاني يوم اللي هو رابع يوم في العيد. شوفوا حنا العاده ديالنا كنديروا الراس نهار ثاني يوم في العيد، ولكن ما درناش لان كانت باقا التقليه، كان مازال عندنا روينه، ما بقاش لنا الوقت، خلينا اجلنا حتى الثالث عيد ولا رابع عيد اليوم. المهم قلت اجي ندير معاه هكا سلطه كينوا، درت من الحمراء ومن البيضاء. صافي كنديرها في الماء، كنخليها واحد شويه حتى كتطلق داك الحموريه ولا داك اللون اللي كيكون فيه بحال شويه اللون غامق، كنحيدو عاد كنعاود ندير لها منقي، وكنديرها طيب مع شويه الملحه.
ما غندير فيها لا طون لا مايس لا حتى شي حاجه، غنديرها سامبل باش تكال مع لحمه الراس وتكال مع هذاك القطبان باقيين غادي نشويوهم. وهنا دارت ماما سلطه ديال دوبيا مع البصله وسلطه هكا فيها كلشي خيار خاص مطيشه وبصله كلشي معدنوس وكلشي. كندير زيت الزيتون ملح بزار وشويه الحامض وصافي. هادو هما لي سلطات لي صوبنا اليوم. قلت وندمنا، قلت ماما متبقاش تكثري لي سلطات باش نبداو ناكلو داكشي، راه نقول لك تبقاي تلاح. كنت باغا ندير مثلا بروكولي ولا شي حاجه، قلت صافي بلاش خليه حتى من بعد. صراحه الواحد مع الصهد ما كيقدرش ياكل، كيبقى يوجد يوجد في الاخر كيلقى راسو ما قادرش ياكل. هنا الكينوا طابت صافي حتى كتوكح عندي مزيان، عاد كنحيدها في البول. ضفت لها غير زيت الزيتون صافي وشويه الملحه. ما ندير كما قلت لكم، غنخليها سامبل هكا صافي. غادي نخرج دابا كنهبط كليباتي كنصيغ تما باش تبرد شويه ديك الدنيا، وكنبدا نخرج داكشي اللي غادي نتغداو به. نوجد الطبله لي ضروري ديما كنكون دايره اول حاجه الجبن ان شاء الله. با عليك، راه بابا طالع، راه هو كيعيط عليك وصال سد على الباب والطب. باش عيد ميلادك انت كنت في مراكش؟ ماما عيد ميلادك كان ثاني عيد. غزالات ديالي هذيك البارفان كانت كوصل اختي جابت لنا البارفان انا وماما وبابا فاش كانت في الاسبان، ما كان بابا في مراكش مسافر. بعد عاد تالي تقول لماما انا اللي عندي عيد ميلاد، فين هي الريحه ديالي؟ قالت لها كنتي ديما كتاخذي ديما تنجيب لكم. قالت لها دي جنب بابا مسافر. صافي وحطينا هنا الغديه كيف كتشوفوا، راه لي سلطات بدينا بهم هما الاولين. من بعد نحيدوا لي سلطات ونجيبوا لحمه الراس. وفي نفس الوقت درت القطبان يتشواو حيت كان جمر شعل، درتهم هكا حطيتهم باش يتشواو على راحتهم يعني ما نزربوش بهم. وصراحه عمتي كتخربقوا ما حيت نحطوا، قلت لهم واش دابا نحط القطبان ونحط لكم وتحطوا الراس واش غتاكلوا. والمهم حطيناهم تشوا في الاخر ما تكلاوش، ولكن حسن يكونوا طيبين ويبقاو. دابا بغا مش حد يسخنهم اولا، نبدا نعطيهم مره الكليباتي. وكاين واحد الفشيشه كنخرجوا لها هكا في الزنقاسيه في الليل وفي الصباح، ولا ديما كتشوفوا محلات الباب كتم جايه. فلان الا بقاو هكا خضرين غادي يحماضوا. تقريبا دابا شي يومين هما في الثلاجه كناكلوا منهم. تقريبا كل يوم نهار كنشويو منهم. حنا اغلبيه اللحم كنديروه مشوي، ما كنطيبوش زعما داك الشيء قليل فين تنديروا برقوق وهذاك مره في شحال. اغلبيه كناكلوا الشوا كيف ديما حياتنا الطبيعيه بلا عيد. ديما كنفضلوا المشاوي اولا هكا مبخر محمر شي حاجه هكا، اغلبيه هكا فكفته ولا مشوي. صافي هنايا كيف كتشوفوا البنات الكميه اللي عندي راه قليله، راه ماشي بزاف. اختي كانت دايره سيمون تغدات به مع كيناوا. هنا حطينا حنايا الراس تبارك الله ما شاء الله، جاكي شهي المنظر ديالو صراحه ملي كديري في الدار كيجي زوين وغزال. وكان هذا هو الغداء ديالنا. هنا صيبت قهيوه، صيبت بابا قهوه هادي فما عجباتوش قال لي او هذاك الكاس كبير. بابا ما كيشربش قهوه بزاف. صافي هنا شربنا قهوه مورا الغدا، حطينا قهوه انا وماما وبابا وصافي تيسر تحت ما قدر ياكلو. وصافي هنا غادي نسالي معكم فيديو ديالي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف دايرين نتوما مع العيد والروانه؟ ساليتو باقيين قددتو شي جديد ولا باقي؟ انا ماما وقنا دارت الجديد فتنشاركوا معكم واش صراحه ما نصوروش لكم. وصافي كيف العاده كنخرجوا نشربوا اتاي دائما في التراس في العشيه كيبرد الجو كنخرجوا تما وكنحاول نركز شويه ماكله بين دريسيهم. يلا تهلاو لي فراسكم، تلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش لايك كومنت وبارطاج وباي باي. شوفوا هذا الفيديو هذا راني غنسيتو ديكرانيتو في الاخر، هو راه نفس النهار فهمتوا، غير حين تلقيتو في الاخر هذه اللقطه ما دارتش خليتها لكم هنا. يلا باي.